لاعبي فريق طلاع الجيش لم يستغلوا الجبهة اليسرى على الإطلاق. كرة ملعوبة، الوان تو جميلة، هدف أول صلاح أمين، جول جول جول، هدف أول صلاح أمين، وجول جول جول، هدف جميل، الوان تو جميلة، والاستلام مع الدوران مع التمرير مع التو جميل، وصلاح أمين واحتفال على طريقته الخاصة، احتفال مع مين؟ مع الكابتن فاروق جعفر ومع بدلاء فريق طلاع الجيش، والكابتن فاروق يتنفس الصعداء. في الدقيقة 33 من الشوط الأول يظهر المنقذ صلاح أمين بهدف هو الأول في اللقاء. بص كورة، بص السلام إزاي، يا سلام على اللمسة السحرية ما بين صلاح أمين وما بين إسلام كمال. بص بص بص، شوف 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 الوان دول جميل، يا سلام يا سلام يا سلام يا إسلام يا كمال، حطه في مواجهة المرمى مع أمير توفيق ببطن القدم على يمين أمير، يضع الجيش في المقدمة وفريق الطلائع يحرز أول الأهداف في الدقيقة. يلعب لكهربا، رجع طلعت في مركز الظهير الأيسر وانتقل كهربا وفرصة للتصويب، الله 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 على ده جول، الله على ده تغيير، والله على ده توفيق من والتر ميوس اللي رايح له كهربا يكافئه، بيسلم عليه على مكافأة نزوله إلى أرض الملعب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على كهربا في الدقيقة 44 من الشوط الأول. بص المرور، بص التوسيعة، بص التصويب، الكرة رايحة فين؟ جول جميل جميل جميل، واحد من أجمل أهداف هذا الأسبوع، اللاعب مصطفى كهربا لاعب طلاع الجيش، واللي راح يسلم على وولتر ميوس وبيقول له أديني بكافئك على نزولي لأرض الملعب، وأديني أديني جبت لك هدف التعادل في الدقيقة 44. التصويبة الرائعة دي صلاح أمين، صلاح أمين يعلنها ويقول أنا الجول يا دور الجديد لطلاع الجيش، أنا الجول يا دور الجديد لطلاع الجيش، رحل بابا أركو وبقى صلاح أمين، وتصويبة على الطريقة الإنجليزية، تصويبة الدوري الإنجليزي والله يا صلاح، تصويبة في منتهى القوة على شمال الحارس أمير توفيق في أقصى الزاوية اليسرى في المقص الأيسر للحارس الدجلاوي أمير توفيق، ليعلن عن التقدم لفريق طلاع الجيش. صلاح أمين جول جميل، جول جميل في الدقيقة السادسة من دجلة اقترب كثيرا من مرمى محمد الشناوي، أدي الفيومي محمد حنفي عفوا، فيومي هو لاعب الشرطة، وحنفي أيضا كان لاعب، جول 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 حلوة يوسف جمال، لسه لسه والله لسه والله ما كملتش الكلمة، بقول لكم بقول لكم بقول لكم، وادي دجلة اقترب كثيرا بالفعل، بيرد عليا على طول يوسف جمال ويعود بهدف التعادل في الدقيقة 29 من الشوط الثاني، وتغييرة أخرى تغييرة أخرى الوالتر ميوس يكافئه بيها يوسف جمال. بص يا سلام يا سلام يا سلام على الرأسية، زحلق الكرة ايه، وكأنه عنده عينين في ظهره كأنه شايف الجول، يوسف جمال يستغل العرضية النموذجية ويحولها الى رأسية اكثر جمال واكثر نموذجية على يمين الحارس محمد الشناوي، ليعود بالدجلوية مرة تانية الى اجواء هذا اللقاء.